وللمزيد حول انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين واستمرار سياسة اغتيال النشطاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك سيد كاظم. تحية طيبة لك وأهلا وسهلا بك وبقناتكم الكريمة. أهلا بك سيد كاظم. بداية، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية لديك. اليوم بالنسبة للتظاهرات هي الأعنف والأقوى من نوعها منذ أسبوع تقريبا، حيث توافد الآلاف من الإيقار ومن أبعد المناطق فيها، وتواجدوا قرب جسر النصر ثم توجهوا باتجاه مبنى ديوان المحافظة مطالبين بعدم تجاهل مطالبهم وتقديم استقالة ناظم الوالي محافظ ذي قار فورا، وتنصيب جديد على أن يكون محافظ حزبي غير حزبي ومستقل ومهني، وعليه أن يكون شجاع. أي ذكر المحافظ الحالي ناظم الوالي بأن هناك جهات تبتزه ولا يستطيع أن يعلن عن أسماء أو اتجاهات هذه الجماعات، حيث أنه يخشى على حياته لأنه قد جاء بتوافق حزبي وعن طريق مكون حزبي معين. ما حصل اليوم، متظاهري إيقار توجهوا باتجاه مبنى ديوان المحافظة، حيث حصلت مواجهات وإطلاق رصاص حي وإطلاق صوتيات ودخانيات وحالات اختناق كثيرة حصلت، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى. وذكرت مصادرنا في المستشفى الجمهوري في محافظة الناصرية بأن الردهات التابعة إلى هذا المستشفى قد غصت بأعداد المصابين ما بين إصابات بالرصاص الحي وبالدخانيات. وهناك ما تتحدث عن شهداء، لكنني لم أتمكن من تأكيد هذا النبأ بالضبط. طيب، بالنسبة للأعداد سيد كاظم، بالنسبة لأعداد المصابين وأيضا الشهداء، هل هناك معلومات تشير إلى الأعداد؟ ليس لدينا إحصائية دقيقة سيد الكريم، حيث أن المستشفى لم يذكر عدد المصابين برقم محدد، بل ان هناك انباء تسربت على ان المستشفى يقول بان الكثير من المصابين قد تم معالجتهم داخل المستشفى وهنالك اصابات خطيره، وهنالك اخبار تؤكد، طبعا ليس من الصحه ولكن من الشارع، بان هناك شهداء قد سقطوا او توفوا خلال معالجتهم في خلال تلقيهم العلاج في المستشفى، ولا يزال الرمي بالرصاص الحي مستمر على المتظاهرين. نعم، يعني هناك تسمعون اطلاق الرصاص حاليا. هناك معلومات سيد ماجد، هناك معلومات تشير الى ان احصائيه الاصابات لربما تفوق 60 اصابه. يعني مع كل ذلك ومع هذه التصرفات الحكوميه مع المتظاهرين، هل يعني تقل حدة التظاهرات أم على العكس تماما هناك إصرار في الخروج والمطالبة بالحقوق؟ هناك مماطلة واضحة، وبعض الجهات الحزبية تؤكد بأنها لن تسمح بإقالة المحافظ الحالي، لأن المحافظ باعتباره جاء عن طريق هذه الأحزاب ولم يعين من قبل المتظاهرين ولم يأتي بإرادة الشارع، وأن هذه الجهات هي جهات معروفة وهي جهات مستفيدة من هذا المحافظ ولها امتيازاتها ولها نفوذها داخل المحافظة بوساطة هذا المحافظ الحالي، فلذلك لا تسمح بإقالة ناظم الوائلي، إلى أن أبناء ذي قار لا زالوا يضغطون وكل يوم تزداد الأعداد. وهذا اليوم طبعا بالذات رأيت بأم عيني آلاف المتظاهرين من كل مناطق ذي قار قد توافدوا وبشكل غير مسبوق خلال هذا الأسبوع تقريبا، لم أرى هذا العدد إلا في بداية ثورة تشرين حينما نزلت كل طبقات المجتمع وتوافدت في ساحة الحكومة. سيد كاظم، يعني هناك وفد حكومي يعني أرسلته الحكومة للتشاور مع وجهاء العشائر، هل هناك معلومات عما يحمله هذا الوفد؟
السيد الكريم بالنسبة للوفد هو قبل أن يأتي وهي تدعى بخالية الأزمة مرفوضة من قبل أبناء ذقار لسمعتها السيئة خلال مجيئها في الفترة القادمة، حيث ثبت أن لهذه الخلية علاقات وولاءات حزبية ولها علاقة مع الميليشيا التي قامت بإحراق ساحة الحبوبي. بالنسبة إلى متظاهرين الناصرية وثوار تشرين خصوصا، رفضوا قدوم هذه اللجنة إلى محافظة ذقار وإلى من قابل هذه اللجنة من شيوخ عشائر ومن مدنيين يدعون ولاءهم إلى ساحة الحبوبي. أبناء ذقار رفضوا التفاوض مع هذه الخلية نهائيا وبما تحمله من مطالب ومن جديد لأبناء الناصرية، حيث أن الجميع أدركوا بأن هذه الحكومة ليس لها علاقة بالشعب مهما حصل له قتل ودمار وإصابات، والحكومة لا زالت تتشبث بالمناصب وبالمغانم وبالمكاسب. فأبناء ذقار أدركوا بأن حكومة ذقار المحلية خصوصا يجب إقالتها أو تقديم استقالتها فورا، وهناك مطالب تؤكد على أن يقود المحافظة أو يتولى منصب المحافظ حاتم عسكري ليتمكن من السيطرة على الأمور التي تتجه نحو الانفلات. هناك إصابات كثيرة حاليا تردنا بين الفينة والأخرى، إصابات كثيرة حيث وردنا من مستشفى الجمهوري في الناصرية بأن هناك العشرات قد تجاوزت 70 أو 80 إصابة ما بين حالات اختناق بالغازات الدخانية وبين إصابات بالرصاص الحي، وورود أنباء حول شهداء لا نتمكن من معرفة هذا الخبر أو من صحة هذا الخبر تماما. أبناء ذقار لا زالوا مستمرون، وإطلاق رصاص حاليا أنا بين المتظاهرين وقريب من موقع الحدث تقريبا. نعم، يعني بالنسبة لما يجري، هل هناك تخوفات من عدم تمسك يعني الثوار أو المتظاهرين بسلمية هذه التظاهرات مقابل يعني هذا العنف المفرط من قبل القوات الحكومية في التصدي لمظاهراتهم؟ سيدي الكريم، بالنسبة إلى أبناء ذقار مستمرون بسلميتهم، ونحن جميعا لا يمكن أن نخرج عن السلمية، لأن ثورتنا التي انطلقت هي ثورة بيضاء، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز على هذه الثورة البيضاء، وإن من يحاول حمل السلاح أو من يروج إلى استخدام السلاح ضد الدولة مهما حصل فإننا نرفض استخدام السلاح في كل حال وفي أي وقت وفي أي ظرف. إننا متظاهرون سلميون وأصحاب قضية وأصحاب حق، ونواجه الرصاص بصدور وعارية وبأيدي خالية. إننا أصحاب مبدأ وأصحاب قضية، ولا يمكن لنا أن نخرج عن سلميتنا نهائيا. نعم، يعني سيد ماجد، يعني نشاهد الآن معك الآن وأنت تحدثنا صور مباشرة من تظاهرات الناصرية في ذيقار، والتي يعني تم استهدافها من قبل القوات الحكومية. يعني سيد ماجد، هناك يعني سؤال يطرح ذاته هنا، لماذا كل هذا الإصرار وهذا الخوف من قبل القوات الحكومية في مواجهة المتظاهرين؟ ما هو السبب وراء ذلك؟ سيدي الكريم، هم يتخوفون تماما من ثوار تشرين الذين عروا هذه الأحزاب التي كانت تعد أحزاب مقدسة ما بين الكثير من أتباعها. فأبناء تشرين كشفوا أوراق هذه الأحزاب وأسقطوا الكثير من الأقنعة، وأن هذه الأحزاب هي في خشية من ثوار تشرين أن يمسكوا الأمور في المحافظة وأن تبدأ هناك مرحلة جديدة من المحاسبة من خلال الضغط الجماهيري على الجهات المختصة، وستنكشف أوراق الكثيرين، وقد تفتتح محاكم جديدة وستشكل محاكم باسم الشعب حسب ما أسمع من الشارع ومن المتظاهرين يطالبون بتشكيل محكمة باسم الشعب تحاكم المقصرين والسراق وسراق المال العام والقتلة والمتسببين في إراقة دماء أبناء ذقار. ما الذي يتوقعه المتظاهرين أو المتظاهرون في حال فشل هذا الوفد الحكومي الذي تم إرساله هناك يعني للناصرية؟ ماذا بعد؟ سيد الكريم، الوفد هو فشل تماما. بالنسبة لخلية الأزمة فشلت تماما قبل أن تأتي إلى الناصرية، هي مرفوضة من قبل يعني التشرينين ومن قبل الشارع العام.
وأن أبناء تشرين مستمرين بثورتهم وسوف لن تتوقف ثورة تشرين حتى أيضا يعني الآن أنت معي سيد كاظم، هناك خبر عاجل يرد على شاشتنا حيث المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يورد استشهاد متظاهرين اثنين وآخر في حالة خطرة وإصابة 75 بجروح وحالات اختناق برصاص القوات الأمنية والميليشيات في الناصرية. إذن أيضا يعني نحن معكم مشاهدين مباشرة نرى هذه الصور التي تردنا الآن، صور مباشرة من تظاهرات الناصرية التي وجهت من قبل القوات الحكومية بالرصاص وإطلاق القنابل الدخانية عليها. هناك معلومات عن سقوط ضحايا ويعني إصابات في حالة خطرة، ومصرف الدم في الناصرية يناشد المواطنين سكان المدينة هناك بالتوجه إليه والتبرع بالدم بعد إصابة عشرات المتظاهرين. المعلومات تشير إلى إصابة أكثر من 80 متظاهر في هذه يعني الاحتجاجات. هناك إصرار حكومي فعلا على يعني عدم تلبية مطالب المتظاهرين، وهناك تخوفات كما قال ضيفنا قبل قليل الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، هناك تخوف من أن تجر هذه يعني إذا ما استجابت الحكومة لهذه الطلبات لربما تتواصل عمليات محاربة الفساد من قبل أو عمليات المطالبة ب يعني محاربة الفساد من قبل المتظاهرين، وهذا ما لا تريده الحكومة في العراق. إذن مشاهدينا مستمرون معكم ونشاهد صور حية الآن لهذه التظاهرات. لا أعلم إن كان، هل لا زلت معنا سيد كاظم؟ نعم سيد الكريم، لا زلت معكم. نعم سيد كاظم، يعني هذه التظاهرات يعني ما الذي يطالب به المتظاهرون؟ هل هو فقط يعني إقالة المحافظ أم أن هناك مطالبات بعد هذا العنف المفرط قد تصل إلى إسقاط النظام وإسقاط هذا يعني المحاصصة الطائفية برمتها؟ سيد الكريم، نحن خرجنا إلى ساحات التظاهر من أجل إسقاط منظومة سياسية كاملة. نحن نعلم تماما بأن تغيير المحافظ أو رئيس الوزراء أو أي مسؤول آخر هو لا يحل الأزمة في العراق نهائيا ولا ينهي معاناة الشعب العراقي. لابد من إسقاط النظام السياسي بالكامل، ولدينا تجمع يدعو إلى مقاطعة العملية السياسية والعملية الانتخابية المقبلة وسحب الشرعية من هذه الطبقة السياسية الفاشلة. إلا أن هنالك ظروف دعت المتظاهرين إلى تغيير محافظ ذيقار. قضية محافظ ذيقار سوف لن تنتهي المظاهرات في تغيير المحافظ، سنستمر إلى أن هنالك مشاريع متلكئة، هنالك محافظ لا يعمل ولا يمكن له أن يعمل في ظل هذا النفوذ الحزبي المهيمن والمسيطر على هذه المحافظة. حاليا المواطنين يطالبون بمحافظ مستقل، محافظ مهني، محافظ قوي، محافظ يستطيع أن يعمل، ولا يقبلون أن يدعم هذا المحافظ إلى الضغوطات الحزبية. أبناء ذيقار يعني تحديدا يطالبون برفع اليد الحزبية وهيمنة الميليشيات على المحافظة بالكامل، يريدون محافظ مستقل يعمل ضمن منصبه وضمن ما يمليه عليه هذا المنصب. نعم سيد كاظم، يعني هناك أيضا معلومات عن أن مستشفى الحبوبي يستخدم مرآب السيارات لإسعاف جرحى التظاهرات في الناصرية بسبب أعداد المصابين الكبيرة من جراء القمع الحكومي، يعني لا زالت الأعداد في تزايد مستمر، ما تعليقك؟ نعم حاليا الإسعافات لا زالت تنقل الكثير من الجرحى، وليس الإسعافات فقط، هناك السلتوتات لا زالت تنقل العديد من المصابين بحالات اختناق وبالإصابات بالرصاص الحي. هنالك أماكن لا يمكن للإسعاف أن يستطيع أن يصل إليها بسبب إطلاق الرصاص الحي بكثافة، فهناك متبرعين من أبناء الناصرية وهم من ضمن ساحة التظاهر
ولديهم ستوتات ودراجات صغيرة ينقلون بها المصابين بالاختناقات والمصابين بالرصاص الحي. هذا حاليا انا اشاهده، انا اتحدث معكم واشاهد الجرحى حاليا. اعداد الشهداء الان يعني ارتفعت 5 وانت تحدثنا مستمرة. نعم سيد كاظم، يعني هناك معلومات عن ان اعداد الشهداء ازدادت او ارتفعت 5 شهداء الان وانت تحدثنا، تفضل. نعم سيد الكريم، هنالك بعض المعلومات تشير الى ان هنالك 4 إلى 5 شهداء. نعم هذا ما وصلني قبل قليل، مصادرنا تقول هناك شهداء ولكنها لا تستطيع تحديد الرقم بالضبط. يحددون او يعني يؤكدون ما بين 5 إلى 4 شهداء حاليا، ولكن طيب. هذه الاحصائيه لن تخرج من دائره الصحفي بقاس. نعم، طيب سيد كاظم، بالنسبة للطواقم الطبية هل هناك يعني معوقات تمنع الطواقم الطبية من نقل هؤلاء الجرحى والمصابين وأيضا الشهداء؟ كيف يتم التصرف الآن بما أنك في موقع الحدث؟ والله حتهم للنصر. بالنسبة للكوادر الصحية طبعا مشكورة، هي لا زالت تقف إلى جانب المتظاهرين وتتعاطف معهم، ونرى يعني الشباب في دائرة الصحة يتقدمون الى مواقع متقدمه وبين الرصاص الحي والدخانيات وينقذون المصابين. طبعا هنالك تضامن واضح ما بين صحه ذقار وبين ابناء ذقار المتظاهرين، وحصيله الجرحى والمصابين بحالات اختناق طبعا واضحه جدا. قبل قليل مصرف الدم وجه نداءات الى ابناء ذقار للتبرع بالدم لمعالجه المصابين بالرصاص الحي. هنالك اصابات كثيره بالرصاص الحي تتطلب التبرع بالدم من اجل انقاذهم. نعم، بالنسبه ل يعني هؤلاء المصابين، نعم بالنسبه لهؤلاء المصابين كيف يعني هل هناك معلومات عن اصاباتهم؟ هل هي خطيره كلهم بمجملهم ام ان يعني الامور تسير بشكل متسارع هناك ولا يعلم احد يعني مدى خطوره اصاباتهم؟ لا نعلم بالضبط السيد الكريم، هنالك اصابات متفاوته، هنالك اصابات طفيفه وهنالك اصابات خطيره جدا، ولا زال اطلاق الرصاص الحي مستمر، ولا زال هنالك يعني سقوط جرحى ومصابين اصابات. نعم المركز العراقي، نعم سيد الان سيد كاظم، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يعني يعلن ارتفاع حصيله الشهداء في الناصريه الى 5 على الاقل من جراء القمع الحكومي ضد المتظاهرين. سيد كاظم، يعني بالنسبة للمتظاهرين الآن هل هناك إصرار على تحقيق مطالبهم؟ هل هناك نداءات يوجهونها إلى أهالي الناصرية للنزول إلى الشوارع للتصدي لهذه القوات الحكومية و تعاملها الفجوة المفرط يعني باستخدام القوة مع المتظاهرين؟ نعم سيد الكريم، هنالك توافد بشكل غير مسبوق للشباب، هنالك تضامن وهنالك نداءات من قبل ثوار تشرين إلى أخوتهم للالتحاق بهم إلى المواجهة مع هذه القوات الأمنية المتعذبة الموالية إلى أحزاب وإلى محافظ حزبي للدفاع عن مصالح ومغانم على حساب ابناء ذقار. هنالك نداء لكل ابناء تشرين ولكل الثوار في محافظه ذقار للالتحاق باخوتهم ومواصله ثورتهم حتى تحقيق المطالب المشروعه التي نزلت من اجلها التي انطلقت او اندلعت من اجلها ثوره تشرين، وتحقيق كافه المطالب دون استثناء، وعلى راس هذه المطالب محاسبه قتله المتظاهرين وعلى راسهم المجرم جميل الشمري. نعم، أيضا المركز العراقي يعني لتوثيق جرائم الحرب يعلن استشهاد 5 متظاهرين وإصابة أكثر من 90 آخرين بالقمع الحكومي والميليشياوي في مدينة الناصرية. هل هناك لجان شكلت أو وفود من أجل يعني طرح مطالب المتظاهرين على الحكومة وعلى هذا الوفد سيد كاظم، أم أن يعني الطريق الوحيد الذي سيسلكه المتظاهرون هو الشارع؟ هنالك شباب متبرعين من ثوار تشرين لا زالوا يتعاونون مع صحة ذقار بنقل الجرحى ويوثقون الإصابات ويوثقون الأعداد.
طبعا بعض اصدقائي حاليا هم واقفين بالقرب مني يقولون الاصابات قد تجاوزت ال 100 جريح، الا ان الصحه لا لحد الان لم توثق هذا العدد بسبب ان الصحه توثق ما يتم نقله الى المستشفى فعلا، الا ان هناك بعض المصابين لم يتم نقلهم، بعضهم مصابين بحالات الاختناق وبعضهم مصابين بالرصاص الحي ولا زالوا غير يعني لم يدخلوا الى مستشفى ذي قار. نعم، بالنسبة لأهالي ذي قار هل يتوقعون يعني مساندة من المحافظات الأخرى لتظاهراتهم لربما لتخفيف الضغط عنهم؟ هنالك تضامن واضح سيد الكريم، هنالك تضامن واضح جيد جيد جدا، وخصوصا من فئة الشباب مع ثوار تشرين. طبعا لم أكن أتوقع الأعداد التي خرجت اليوم وتوافدت وشاركت في تظاهرة هذا اليوم وفي المواجهات مع القوات الأمنية. هنالك الآلاف من أبناء المحافظة شاركوا في محافظة اليوم، بحيث يعني ترى وتتوقع أنه ثورة تشرين قد بدأت من جديد، وكما كانت يعني في سنة 2019 اليوم الآلاف امتلأت يعني امتلأ جسر النصر إلى المحكمة، إلى ساحة بهو البلدية، إلى مبنى ديوان المحافظة. هنالك الآلاف من الشباب توافدوا إلى هذا المكان، بحيث يعني أصيبت القوات الأمنية المتواجدة بالذعر والانهيار، وبدأت تنهزم أمام جموع الشباب كالجراد المتطاير. نعم، يعني اليوم مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الأمنية في الناصرية كما يعني نتحدث، هل هذا هو رد اللجنة التحقيقية التي أرسلها الكاظمي إلى المدينة؟ هل هذا ما يفهم منها؟ سيد الكريم، هي اللجنة متفق عليها، وحتى الوفد المفاوض الذي تفاوض مع هذه اللجنة شيوخ عشائر متواطئين ومتآمرين مع هذه الخلية، ولهم ولاءات حزبية وعلاقات يعني واضحة مع جهات ميليشياوية. قد كان متفق مع هذه الشيوخ على لقائها مع خلية الأزمة والتحدث باسم أبناء ذي قار وإخفاض ثورة تشرين. طبعا هذه الخلية أي خلية الأزمة هي قد سجلت في تاريخها وصمة عار على جبينها وعلى جبين حكومتها وحكومة الكاظمي، حيث أن هذا اليوم هو يوم دامي لأبناء ذي قار ويوم محزن جدا لأبناء المحافظة، سقوط شهداء وجرحى ومئات من الجرحى، وهنالك عوائل كثيرة توافدت إلى مستشفى الناصرية المستشفى الجمهوري، ونساء وأطفال، هناك من يبحث عن أولادهم، وهناك من نساء تبحث عن أزواجها، وهناك من يبحث على ولده، وهنالك بعض الأخوة لا زالوا يعني يبحثون عن أبنائهم فيما إذا كانوا مصابين أو غير مصابين، أو هل هم شهداء بعد تلقي الناس نبرع سقوط عدد من الشهداء. نعم، إذا الناشط في التظاهرات كاظم الماجد، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الناصرية وحدثتنا عن آخر المستجدات هناك، وطبعا يعني حدثتنا وكنا نتابع معك آخر التطورات عبر الصور المباشرة التي تريدنا من هناك. شكرا جزيلا لك.